إذا كنت مدير شركة ما أو قائد فريق، فلا بد وأنك اضطررت أن تتعامل بشكل مباشر مع الأزمات الجيوسياسية والاجتماعية وأكبر حالة طوارئ صحية خلال السنتين الماضيتين. أيضاً لابد أنك استثمرت الوقت والمال في تصميم تجارب العمل عن بعد والمختلطة، وأكبر من ذلك محاولة الحفاظ على سلامة موظفيك الصحية والنفسية في ظروف صعبة. في ظل هذه الظروف يطالب خبراء الموارد البشرية في تبني مفهوم التقييم الأسبوعي للموظفين، وليس فقط تقييم أدائهم بل أيضاً حالتهم النفسية، والتأكيد على القيام بذلك وجهاً لوجه. وإن كان عبر الإنترنت يجب استخدام الكاميرا وليس فقط مكالمة هاتفية. وإذا كانت الموارد لا تسمح، يجب على الأقل عمل التقييم بشكل ربع سنوي، أي كل 3 أشهر، لتسمح للموظف بتعديل سلوكياته السلبية أو حتى تطوير السلوك الإيجابي. شو رأيك نادين؟ مزيد مع لميس أولاً وإنت منعود. يلا. بحسب أحدث دراسة من شركة الموارد البشرية SHRM بالتعاون مع هارفارد بيزنس ريفيو، فإنه يجب التركيز على المحاور التالية أثناء تقييم أداء الموظف. بداية، عبر عن نيتك الإيجابية وحرصك على تحسين الأداء وليس مهاجمة الموظف بشكل شخصي. وأيضاً صف على وجه التحديد ملاحظاتك حول نقاط القوة والضعف. على سبيل المثال، لا تقل للموظف أن العرض التقديمي الخاص بك كان سيئاً، بل حدد أنه لم يتضمن معلومات معينة. ينصح أيضاً بالقيام بالتقييم بشكل أسبوعي أو دوري، لأن الموظف لن يتذكر تفاصيل معينة بعد 6 أشهر أو سنة. ويجب منح الموظف حق الرد، لأن الحوار يفتح مجالات أخرى ذات صلة بالمراجعة، مثل سياسة المدير وإدارته التي قد تكون جزءاً من مشكلة الأداء. وبالتأكيد لا قيمة للمراجعة بدون مناقشة الحلول، وعلى الطرفين تحمل المسؤولية. نرجع لك نادين مرة ثانية، شو رأيك؟ تحب يكون التقييم مثلاً ربع سنوي، شهري، كل 6 أشهر؟ مع التقييم الأسبوعي، لأنه لو كان في تقييم أسبوعي لحلت كثير من المشاكل، لاتضحت الأمور في كثير من الأشياء، وأحياناً ممكن يوصل مثلاً للإدارة موقف ما هو المحصلة النهائية، لكن هم لا يعرفون ماذا يدور في خلال الأشهر والتفاصيل هذه الصغيرة التي قد تحدث فرقاً. فأنا مع ومع بشدة. نذهب إلى جدة. حلوة بشدة وجدة. مستشار التطوير القيادي والأعمال تراد بسنبل، يسعد صباحك يا تراد. ومن القاهرة تنضم إلينا مدربة الحياة فاتن سلامة. أهلا بكما. نبدأ معك تراد، يسعد صباحك أولا. اسمحي لي أهنيك على التعليق اللي علقتيه، إنه كيف الفكرة إنه لما يكون في تقييم أسبوعي بدل ما الناس تنتظر تشوف النتيجة النهائية، أنا أكون عارف إيش ساير في البروسس. وهذه أحد الخطوات اللي كانت ميزة عند أحد المدراء اللي يقولوا يجي على شركات على شفير الإفلاس وفجأة يغير كل شيء في الشركة وتبدأ تنجح وتحقق ربحية. يقولوا له أنت ساحر. قال أنا عندي حاجتين، I follow up يعني على نهاية الأهداف، وI follow through أتأكد أنه through the process، أنه أنا ماشي خلال يسمون المتابعة الخلالية. أنا خلال ما أنت جالس تشتغل بتابع معاك، ما أستنى إلين ما تجيني بعد 3 شهور ولا نهاية الشهر وأقول لك والله أنت ما كنت كويس. طب معايا، خليك معايا واحدة واحدة، وريني هذا الأسبوع إيش اللي كان كويس وإيش اللي ما كان كويس، أعدله في الأسبوع اللي بعد، ترتفع الإنتاجية بشكل كبير. فنقطة جدا رائعة. طب ننتقل إلى فاتن. فاتن، عندي سؤال، برأيك ما هي الوظائف التي تتطلب تقييم إنه دائم، يعني لازم يكون مكرر أكثر، مثلا كل ربع سنوي أو مثلا شهري، والوظائف اللي ممكن نسوي تقييم بالسنة مرة، لأنه لا ننسى أيضا يمكن موارد المؤسسة لا تسمح بإجراء التقييم دائما.
صباح الخير نادين، صباح الخير سمر، وصباح الخير تراد. طبعا بالنسبه للتقييم الوظائف اللي بتتطلب، انا ما بحبش تقييم اسبوعي ولكن متابعه زي ما تراد ما قال، الوظائف المكتبيه او الوظائف اللي بنسميها الادمن جوب، لان هي بتتسم اكثر بالرتابه وبتتسم اكثر بان الملل، وان بيتحول عندي الموظف لانتروفيرت، ما بيبقاش قادر ان هو يتكلم، ما بيبقاش قادر ان هو يعبر عن نفسه. فبالتالي اتجه معظم الشركات لموضوع التقييم، ما بنسميهوش تقييم تاني، بنسميه متابعة فولو اب، اللي هو بنشوف خلال السنة الاوبجكتيف اللي احنا حطيناها اول السنة، او اللي هي اللي احنا اتفقنا عليها اللي دي المفروض تتعمل خلال السنة دي، حصلت او لا، ايه اللي ممكن اساعدك، هل انت محتاج تريننج، هل انت محتاج تغيير في شكل المسمى الوظيفي بتاعك. فالوظائف المكتبيه وخصوصا مع اتجاه معظم الشركات الان لنظام اعتماد نظام العمل عن بعد، بيخلي الموظف مش قادر يتكلم. فلتحسين الصحه النفسيه للموظف وكمان تحسين ادائه، بيتطلب ده متابعه دوريه اسبوعيه او شهرية على حسب حجم الشركة. أنا ممكن أكون مدير عندي 70 موظف، ما أقدرش أعمل له متابعة كل أسبوع، فبالتالي بعمل لهم على مدار الشهر. مفهوم. طيب خلينا يطراد نرجع لقصة التقييم من أساسه. هل برأيك أساس التقييم يطراد مدى اجتهاد، مدى إنتاجية وشطارة بالعامية للموظف، ولا كمان لازم نحط معه الأتيتيود تبع الموظف أو سلوك الموظف في العمل؟ إبداعاتك نادين اليوم ما شاء الله وتعليقات الجميلة. هو فعلا في تقييم جميل مهاري جدا، وانتو أجمل ممتع الله يسعدك. في تقييم مهاري وفي تقييم إنتاجي، يعني الإنتاجية هذه أنا أهداف الشركة جالسة تتحقق ولا لا. بس تقييم المهارات حتى المدراء، في تقييم للمدراء وفي تقييم للموظفين. تقييم المدراء يسموه 360، 360 يعني أنا حخلي موظفين اللي تحتك يقيموك بدون ما يذكر أسماء. مين حيسترجي يا تراد؟ بدون اسم، بدون اسم نادين. هذه ترى من أهم التقييمات عالمياً. بدون اسم الموظفين بيقيموك في 12 صفة قيادية، في التواصل، في التحفيز، وضع الأهداف. زملائك اللي في نفس الإدارات الأخرى يقيموك في نفس المواصفات، 12 صفة قيادية. ومدراءك اللي أعلى منك يقيموك. في النهاية هذا التقييم جدا جاد وحاد، يعني ممكن أجي أقول للمدير، خصوصا لو بجلسة أشوف حاجة اسمها تيرن أوفر، يعني في ناس بيخرجوا، معظم الموظفين يخرجوا بسبب المدراء، ترى ما بيخرجوا بسبب ضغط العمل ولا بسبب الشغل. مديري مو سيء معي في التواصل، فيجوا يقولوا له ترى عندك مشكلة في التواصل، عندك مشكلة في التحفيز، عندك مشكلة في حاجة فلانية، هذه ثلاثة أشياء لازم تشتغل عليها، ولا ترى حنجيب إدارة أخرى ولا نجيب مدير آخر. حتى المدير المرشح قبل ما يمسك الإدارة يصير له هذا 360. الموظفين عندهم تقييم آخر للمهارات يسموه strength finder. أبغى أشوف إيش نقاط قوة هذا الموظف، ممكن أكتشف إنه أقدر أحطه في مكان ثاني. قصور الخطيب على سبيل المثال كان في أحد أكبر الشركات العالمية، وهو جالس يشتغل في قطاع، شافوا فيه حتى مديره كان جدا سيء معه، وصل لمدير مديره قال له أنا أبغى أنقل للقسم الفلاني، حاسس عندي صفات إبداعية، أقدر أساعد في تغليف المنتجات، في التسويق، في الأفكار الإعلانية. وبعدها انطلقت الشركة وارتفعت المبيعات لدرجة أنه هو خرج من الشركة وسواله advertising agency. فكيف أنا كشركة ما أنتظر الموظف يقول لي أنا إبداعاتي أو أفكاري كذا، أسوي تقييم strength finder وغيرها من التقييمات الأخرى اللي تطلعني نقاط قوة الموظف. هذه التقييمات يسموها زي ما تفضلتي المهارية، ويجي من ضمنها الاتيتيود. لأنه لما ألاقيك أنت إنسان إنتاجيتك عالية لكن أسلوب تعاملك منفر والناس مضايقين وما جس والإنتاجية قلت بسببك، أنا لازم أحط لك حد. حتى لو كنت أفضل إنسان منتج ممكن أقول لك شكرا مع السلامة، ما تنفع في هذا المكان. طيب أنتقل هنا بالسؤال إلى الأستاذة فاتن. أريد أن أسألك عن الفرق بين الأبريشيشن التقدير والتقييم، ما الفرق بينهما تحديدا؟ سمر خليني حتة الابريشيشن أو تقدير الموظف، شركات كتيرة، يعني كان في دراسة اتعملت في أمريكا على 3000 موظف وأكدت إن 12% بس من الموظفين بيسيبوا مكان الشغل علشان السالري أو الراتب أو التقدير المادي، ولكن 88% من الموظفين بيتركوا بسبب عدم التواصل مع الموظف، عدم تقدير الموظف. تقديري للموظف مش بيتم بس من خلال البرفورمانس أو إن أنا الأبريزل أو إن أنا أقيم عمل الموظف،
تقديري للموظف بيكون من خلال سوشيال جاذرينج، بيكون من خلال اجتماعي الدائم بالفريق بتاعي، وان انا يعني اظهر الجيد منهم وان انا اثني على الجيد منهم، لان معظم الموظفين دلوقتي او معظمنا كبني ادمين عموما بيتجه الى السوشيال افيرميشن، ان انا يجي لي خطاب شكر من مديري فاحطه على مواقع التواصل الاجتماعي، احطه على المواقع البروفيشنال زي لينكدين، احطه على الملفات الشخصية للشركة علشان أعرف الناس إن أنا قد إيه عندي مهارات جيدة، ليست فقط مهارات اللي هي بنسميها هارد سكيل، مثلا أنا محاسب فمش بس قدرتي الحسابية ولكن كمان سوفت سكيلز، مهاراتي في الاتصال، مهاراتي في القيادة. ولكن التقييم بيكون زي ما تراد تفضل وقال، في لها العديد من الأشكال زي 360 اللي الناس اللي حواليا كلها بتقيمني، أو management by objective إن أنا بيكون عندي هدف معين أو تارجت معين أو شيء معين بيتفق عليه في بداية السنة ما بيني وما بين مديري، بيتم الاتفاق عليه، وهذا ما يعني شركات كتير جدا بتفتقد ان الاوبجكتيفز دي او الكي بي ايز اللي هي كي بيرفورمانس انديكيتورز ما بيكونش متفق عليها مع الموظف. لا، لازم يكون متفق عليها مع الموظف، لازم نحدد نقاط قوه الموظف اللي هتؤهله انه يصل للاوبجكتيف ده او للهدف ده، نقاط ضعف الموظف، وكمان الاريا اوف امبروفمنت، ايه المساحه اللي انا اقدر اطور الموظف فيها. فبالتالي بقيمه على الاساس ده اللي هو الاوبجكتيف بتاعنا اللي احنا حاطينه. يعني موضوع جميل ويحتاج الكثير من النقاش والوقت، ولكن انتهى وقت. شكرا جزيلا لكما من جده، مستشار التطوير والقيادي والاعمال تراد بسنبل، وايضا نشكر ضيفتنا من القاهره مدربه الحياه فاتن سلامه، شكرا لكما. هي أوقات صعبة بالنسبة للكثير من الشركات الأمريكية، لا سيما شركات التكنولوجيا، فقد حان وقت تقليل عدد الموظفين. وبالنسبة لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، آن الأوان للتقييم الصارم للموظفين وإلا الرحيل. زوكربيرغ كشف أن الشركة ستحد نسبة 30% من خططها لتوظيف المهندسين، لكن الأهم التقييم سيكون قاسياً، وخيار الرحيل الطوعي متاح لمن يرغب بذلك، لأن الكثيرين مكانهم ليس في الشركة. هذا الكلام القاسي يأتي فيما تعيش الأسواق على وقع المخاوف من الاضطرابات الاقتصادية الحالية وخاصة القادمة. لكن للقصة بعد آخر، فإذا كانت فيسبوك هي من حولت ظاهرة زر الإعجاب أو لايك إلى ظاهرة عالمية، فإن العمل أيضاً بات يتطور بما يشبه زر اللايك. فمن جهة هناك موظف بحاجة باستمرار للحصول على زر الإعجاب من مديره، ومن جهة أخرى لدى المدير أيضاً أو رب العمل حاجة للضغط على الزر للتأكيد على الإعجاب أو عدم الإعجاب أمام أداء الموظف، وذلك ليس كل 6 أشهر أو كل سنة، بل ربما كل يوم أو كل أسبوع.